أعلنت جوائز الأوسكار في نسختها 95 خلال حفل بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وشهد حفل التوزيع احتفاء بعودة الجمهور إلى دور السينما بعد جائحة كورونا. وفاز فيلم المغامرات Everything Everywhere All at Once بجائزة أفضل فيلم، كما ذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى ميشيل يو عن الفيلم ذاته، وفاز الممثل براندون فريزر بجائزة أفضل ممثل عن فيلم The Well أو الحوت. أما جائزة أفضل مخرج فقد فاز بها دانيال كوان ودانيال تشاينارت عن فيلم Everything Everywhere All at Once. That he fell hopelessly, inconveniently in love with whomever is immaterial. He's someone who found love, lost it, and then found it again.